طيب من يعيد لي هذه المسألة اللي ذكرناها؟ هذا الدرس من أول الدرس. نعم الشيخ محمد. أولا عرفنا الفقه، سبب الدراسة نصيحة العلماء، ولأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين، ركنان العبادة إخلاص، ولهذا درسنا التوحيد، متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ندرس الفقه. عرفنا الفقه لغة واصطلاحا يعني عند الفقهاء، وذكرنا ما يتعلق بإدراك الأشياء. قلنا إدراك الأشياء إما أن يكون يقين 100% أو قول راجح أو شك أو مرجوح يعني وهم. القول الراجح يسمى ظن، والقول المرجوح يسمى وهم، والجهل البسيط 0% وما تحت الصفر جهل مركب. حتى يعني أخوانا تفهم، وهذا يعني أمر منضبط 100% بالنسبة المئوية. نعم. طيب، ثم انتقلنا إلى تقسيم الكتاب، وقلنا أن الكتاب ينقسم إلى قسمين: عبادات ومعاملات ويلحق بها شيء. العبادات ما تبقى من أركان الإسلام، درست العقيدة، حتى هنا ذكر لك العقيدة في كتاب طهارة، ذكر أركان الإسلام الخمسة. نعم. ونضيف إلى هذه الأركان الخمسة جهاد، ثم تنتقل المعاملة. وقلنا رتب لك العلوم كتب، أبواب، فصول. نعم. طيب، فتح الله عليك. سبب البدء بكتاب الطهارة، لماذا يبدأ الفقهاء بكتاب الطهارة؟ من يعرف؟ سبحان الله، الآن ذكرنا إخوان. نعم. إيه. نعم، أراد منك أن تطهر الباطن قبل طهارة الظاهر. إذن لو قال لك قائل كتاب الطهارة على ماذا يحتوي؟ تقول كتاب الطهارة ينقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. الحمد لله، هذا كتاب الطهارة، مفهوم؟ يلا تعيد: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية طهارة من الشرك، لو صلى وهو مشرك شرك أكبر في صلاته باطلة، صلى وراء في صلاته فصلاته باطلة. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من كتب الفقهاء، من كتاب الطهارة. أي طهارة؟ معنوية. إذن كتاب الطهارة، الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. معنوية ضد هذا الشرك أكبر أصلا. الطهارة الحسية الآن، الطهارة الحسية تطهر ماذا؟ أخذنا في الدروس المهمة ثلاث أشياء: بدن وبقعة وثوب، صح؟ نعم، بدن وبقعة وثوب، هذه طهارة إيش؟ طهارة حسية. الطهارة الحسية إما أن تكون طهارة حدث أو طهارة خبث. كم قسم طهارة حسية الآن؟ قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. الحدث يا أخواننا، الحدث أخذنا في الدروس المهمة أصغر وأكبر، وطهارة خبث بدن وبقعة وثوب، صح؟ بماذا تكون الطهارة حسية؟ بماذا تكون؟ بالماء وهو الأصل، وبالتراب وهو الفرع، صح؟ والماء ينقسم إلى قسمين على الصحيح على ما ذكر المؤلف: طهور ونجس. هذا كتاب الطهارة، الحمد لله أتممنا. هذا كتاب الصلاة، اجلس. من يعيد لي كتاب الطهارة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، قلنا الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية، وأهم شيء
طهارة المعنوية. طيب تتطهر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. نعم، إنما المشركون نجس. الطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين: حدث وخبث. حدث أكبر وأصغر، وخبث بدن وبقعة وثوب. بماذا تكون الطهارة؟ بالماء وهو الأصل، والتراب وهو الفرع. والماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. هذا كتاب الطهارة. إخوانا، احنا ما نريد يعني نطيل عليكم، نريد هكذا تضبط المسائل الآن واحدة واحدة. من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. قال الربان الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. في يوم واحد تريد أن تكون فقيه؟ ما يمكن. واحدة واحدة. نعم. طيب الباب الأول في كتاب الطهارة. نعم. لا، الآن يريد أن يبين سبب البدء بكتاب الطهارة. ذكرنا سبب البدء بكتاب الطهارة، أراد الطهارة المعنوية قبل الطهارة الحسية، وأراد أن يأتي بشروط الصلاة قبل الدخول في الصلاة. ومن شروط الصلاة الإسلام، ومن شروط الصلاة رفع الحدث الأكبر والأصغر، ومن شروط الصلاة إزالة النجاسة عن البدن والبقعة والثوب. ولهذا قدم الطهارة. مفهوم؟ نعم. الآن قلنا عندنا طهارة حدث أكبر وأصغر، وطهارة خبث بدن وبقعة وثوب، أداء قضاء الحاجة. من يذكر لي آداب قضاء الحاجة؟ إخوانا، آداب قضاء الحاجة، ماذا تصنع عند قضاء الحاجة؟ من يقول لي؟ من يذكر لي؟ أي شيء. سبحان الله. بسم الله. أوقف. آداب قضاء الحاجة، إذا أردت دخول بيت الخلاء أو الحمام ماذا تصنع؟ تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بالتسكين، صح؟ حتى يشمل كل خبيث من الجن ومن غير الجن. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فتح الله عليك، تمام. هذا عند الدخول، وعند الخروج غفرانك. طيب تقدم في الدخول أي رجل؟ يا أخوان اللي يعرف يرفع إصبعه يقوم. أي رجل تقدم في دخول الخلاء؟ اليسرى. وعند الخروج اليمنى. هذا في دورات المياه التي لها أبواب، صح؟ طيب هذا أراد قضاء الحاجة في مكان يعني ليس له أبواب، يعني في الصحراء أو في غابة أو في كذا، كيف يقدم؟ يضع خط ويقدم اليسرى ثم لا. إذن هنا ليس لديه تقديم أو تأخير، صح؟ والتقديم والتأخير الرجل عند الدخول، هنا ليس لديه دخول أصلا. طيب إذن الدعاء وتقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. بعد هذا وجوب الاستتار من الناس، من آداب قضاء الحاجة، يجب عليه ستر العورة. طيب إذا كان في بيت الخلاء هذا لا إشكال. طيب إذا كان في الصحراء أو في الغابة ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يستتر بشيء عن أعين الناس. إذا لم يجد شيء ماذا يصنع؟ ما وجد شيء، ما وجد شيء، صحراء ليس فيها شجرة واحدة، يبعد حتى لا يرى أحد، صحيح؟ طيب متى ينزع الثياب؟ إذا كان
داخل البيت بيت الخلاء هذا لا إشكال، لكن في الصحراء ينزع الثياب عندما يدنو من الأرض، يعني ما ينزع الثياب وهو قائم. نعم، وبهذا تعرف الحضارة، الحضارة هنا والحضارة هنا. نعم. طيب، لا يستقبل، الله يفتح عليك، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وارتاح أنت، كن على هذا وارتاح. احنا نريد نمشي على ما يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك ابن سعدي، الشيخ بن عثيمين رحمه الله على شيء واحد تقريبا، لا تستقبل ولا تستدبر في المباني وفي غير المباني، مفهوم؟ وارتاح، امشي على هذا وارتاح، اسلم لك واحوط وابرأ للذمة. لا يستقبل ولا يستدبر. نعم، وغيره يبعد، يعني يقطع الوساوس. كيف يقطع الوساوس؟ اكثر ما يكون وساوس هنا في قضاء الحاج، وانت تعرف ان البعض يقفز تنحنح ويمشي، نعم، ويصنع يعني يمسك الذكر ويعصر وكذا، لا، هذا كله لم يرد. جاءت الشريعة بقطع كل وسواس، فماذا يصنع؟ يتحرى مكان رخو، يعني إذا كان الآن في المراحيض ما عندنا إشكال، لأنه ما يرتد عليه شيء في الغالب، صح؟ لكن إذا كان في الصحراء هل يأتي إلى مكان صلب؟ لا، لأنه لو جاء مكان صلب قد يرتد عليه رشاش البول. فماذا يصنع؟ يبحث مكان رخو، تراب أو كذا، ما وجد، الأرض كلها صلبة، فماذا يصنع؟ يدنو من الأرض، يدنو من الأرض. أي نعم. طيب، أين يبول؟ يبول الآن في هذه المراحيض التي عندنا الحمد لله. إذا ما وجد، يبول في الصحراء في كذا، بشرط أنه لا يبول في أماكن يؤذي بها الناس. انتبه، حضارة، هذه الحضارة، قالوا لا يصح أن يتوجه إلى الجدار ويبول عند الإشارات وعند كذا، يصح؟ ما يصح، يؤذي الناس في أماكن اجتماع الناس، تحت الأشجار المثمرة، نعم، تحت الأشجار المثمرة، في أماكن يتظلل فيها الناس، أو أماكن يأتيها الناس، لأن في هذه الأماكن فيها شمس مثلا يتشمس فيها بعض الناس، مفهوم؟ إذن ما يمكن أن يأتي ويبول أو يأتي بشيء من الغائط في أماكن يؤذي بها الناس، حتى انتبه، حتى ولو كانوا كفار. أي نعم، مفهوم؟ هل يبول قائما؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يصح أن يبول قائما بشرطين، اختل شرط من الشرطين يمنع من البول قائما. الشرط الأول أن يأمن أنه لا يرتد عليه الرشاش، يعني يأمن من النجاسة. الثاني يأمن أن لا تنكشف العورة. تحققت الشرطين صح البول قائما، مفهوم؟ نعم. الآن حصل في عرفة زحام شديد أكرمكم الله في دورات المياه، فاتفق بعض العلماء على أن يجعلوا يعني أماكن البول قائما لكن مع ستارة، يدخل داخل الستارة لا يرى أحد. هذا الشرط الأول تحقق، بقي معنا الشرط الثاني، لأنه جعل له مكان يبول فيه والحمد لله. من الحضارة أن تبول في سروالك، صح؟ هذا الواقع،
صحيح. نعم يا أخي، لابد من الاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء استعمال الماء، والاستجمار استعمال المناديل، الحجارة، الأخشاب، سوف يأتي معنا إن شاء الله.